أشكر الفريق المحترم. الحمد لله البلاد ديالنا نموذج في كيفية التعامل مع مطالب السكان وتجاوز أي احتقان، وأصبحت مضربا الحمد لله مثال للعالمين بالتوافق السياسي بين جميع القوى. وكان أكد لكم وسبق أنني قمت بزيارة الأقاليم المعنية والجهات المعنية، والتزمنا بما التزمنا به. بعض الشبكة الآن تنجز، وأنا أعترف بأنه كاين مناطق لم تستفيد من المشاريع التنموية في السابق، وقتها حال لكي تستفيد في إطار العدالة ديال توزيع التنمية في البلاد. عند حال السيد النائب المحترم على اتحال الظلم حرمه مولانا، ولا يمكن أن نقبل الظلم في حق فئات أو في حق مناطق، ولا سيما في هذا البلد السعيد الذي كما قلت مرة أخرى ننعم بالتوافق وننعم الآن بالديمقراطية وبحرية التعبير وبالتنافس بين القوى، ولكن أيضا الآن مخلوق التنافس بين الأقاليم والجهات. أنتم تعلمون اليوم كل جهة وكل إقليم لابد أن يعد برنامج تنموي يفاوض فيه الحكومة، والحكومة جاهزة أن تدخل في شراكات مع المنتخبين والهيئات المنتخبة. الأمر الثاني، أنتم تعلمون بأن هناك برنامج كبير يقوده جلالة الملك ديال التنمية البشرية، ويعنى ب 22 إقليم التي فيها خصاص، فيها عزلة، فيها تهميش، لا بد أن يصل هذا النصيب. إذا لم يكن يصل فبطبيعة الحال لا بد أن الأمر الآخر، هناك برنامج في العالم القروي، صندوق العالم القروي ضعف ثلاث مرات، يعني تضاعف ثلاث مرات. الآن لا بد أن تستفيد هذه المنطقة حسب البرامج التي تقدم من خلال رؤساء الجماعات والمنتخبين والمؤسسات. وأخيرا، أنتم تعلمون أيضا أن هناك برامج على مستوى البنية التحتية كالسدود والإنارة. أنا كنعتقد ما يمكنش تنسى شي منطقة، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يجب أن هذه العدالة كما قلت أن تشمل الجميع. وشكرا.